الاهلي يفوز على الداخليه 2-1 ليتقابل مع وادي دجله في دور الثمانيه لكاس مصر. شفت اداء النادي الاهلي ازاي؟ والله الاهلي لعب احسن ماتشات اللي فاتت شويه، التغييرات بتاع اللعيبه فرقت شويه. الشوط الاول، الشوط الاول والى حد ما الشوط الثاني برضو، يعني هو كابتن مؤمن زكريا الحمد لله ما لعبش، ووليد سليمان برضو يريح شويه بصراحه، رايي يلعب بقى يدي الناس فرصه، الناس الجديده حمودي وعمرو بركات. كيف حمودي لما نزل والشناوي لما صدر بالجزاء يعني قدم مباراه؟ والله بص الشناوي ما اقدرش احكم عليه بماتش واحد عشان نبقى صراحه يعني، بس مش مخضوضين يعني اللعيبه. لا طبعا يعني خلي بالك برضو يعني معلش برضو هم بيلعبوا الداخليه يعني مش ماتش تقيل، فلازم لازم الاهلي يلعب حلو، لو ما لعبش حلو قدام الداخليه ولعب وحش فيعني هقول ايه. انا بس حاجه واحده بس اللي عايز اقلع عليها، يعني ينزل كوليبالي الدقيقه 93 يعني افهم منها ايه اللي هو لو هياخد حساسيه المباريات ياخد ربع ساعه اقل حاجه يعني، او اللي هو ليه يعني انا عايز افهم يعني استفدنا ايه، ولا اللعيب استفاد ايه، ولا الجمهور استفاد ايه؟ بعد الهدف الثاني الاهلي اداؤه والريتم اقل شويه، حسوا للماتش خلاص اطمنوا الماتش. الاهلي دايما بيجيب جون واثنين في اغلب الفرق المصريه كده، بتبقى ضامن ان هي كسبت خلاص بتريح شويه، بس في المجمل الاهلي النهارده كان كويس، اجاي كان كويس جدا، وعمرو جمال كويس انه الماتش الثاني على التوالي بيجيب جوان وكده. ف حمودي شفت اداؤه زي ده كويس، بس برده يعني محتاج وقت اكتر من كده، لسه في اول ماتشات كوليبالي. الشناوي كان كويس وضرب الجزاء صدها حلو يعني، بس شفت كوليبالي انت شفت شكله ده بقى يعني حاجه غريبه، كوليبالي نازل دقيقه واحده مش عارف هيلحق يعمل ايه في الدقيقه دي، فتغيير برده مش مفهوم يعني. مباراه وادي دجله هتبقى صعبه في دور الثمانيه اكيد، ما كل ما الادوار بتتقدم قدام كل ماتش بتبقى اصعب، ماتش وادي دجله كده هيبقى صعب، فريق قوي برده، والاهلي الماتش اللي فات كان مع وادي دجله ماتش كان صعب جدا، فيا ربنا يسهل ان شاء الله الاهلي يكسب يعني في الدور الجاي في الكاس باذن الله ان شاء الله. بحب ابارك للاهلي ان هو كسبوا الماتش، ماتش يعني نوعا ما نتيجه متوقعه، بس الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا. بس المباراه الشوط الثاني بعد الهدف الثاني اللعيبه تحس ان ريحت شويه، اداء ريح كده، تحس اطمنوا الماتش بالظبط، اداء ريح، حسوا ان هم وثقوا في الفوز. بس الحمد لله طبعا برده على المكسب. احب يعني وليد سليمان مستواه برده للاسف ما عجبنيش قوي، بس الصفقات الجديده حمودي والشناوي شفت لسه بدري عليهم ولا بداوا ينسجموا واحده هيدخلوا واحده واحده؟ هو الشناوي نوعا ما بدا ينسجم نوعا ما، لسه طبعا ما نقدرش نحكم بالظبط، صد ضربه الجزاء بس حمودي كان حظه وحش فيها. حمودي يعني نوعا ما لسه بيبدا، بس يعني ان شاء الله يأدي ويبقى مستوى احسن يعني. حسام غالي بعد يعني هيجدد خلاص، تحس نفسيته ارتاحت شويه، اداؤه اختلف. حسام غالي فاق شويه عن الماتش اللي فات، الماتش اللي فات للاسف كان مستواه سيء جدا، بس النهارده كان حلو. الاهلي لعب احسن من الماتشات اللي فاتت يعني، في تطور في الاداء ملحوظ نسبيا يعني. الاول احسن ولا الشوط الثاني؟ لا الشوط الثاني. الثاني احسن. التغييرات اضافت جديد يعني مثلا اضافت احسن طبعا سليمان كولوبالي لسه ما خدش على الاجواء طبعا، بس هو لعيب يعني السي في بتاعه عالمي طبعا. ان هو حمودي لا يعني هو برده محتاج الخبره الكافيه يلعب اكتر وكده عشان ياخد على الفريق، وطبعا هو السي في بتاعه برده ليه خبره. فريق بازل يعني لعيب جاي من بره برده خد الخبره، فاكيد هيأدي. الشناوي حارس المرمى كان اداؤه طيب النهارده، كان اداؤه كويس فعلا. الاداء طبعا ممتاز، الماتش اللي فات كان صعب، وادي دجله فريق تقيل هيلاعب وادي دجله تاني وهيلاعب وادي دجله تاني في الدور الثمانيه، وادي دجله يعني الاداء عجبك حسام البدري والاداء الاداء طبعا ممتاز جدا، ان كل ماتش بيبقى ليه تقييم، وطبعا واللعيبه ليها يعني مش لازم تقيم لعيب في كل مباراه. اخر ربع ساعه كنت قاعد الان ممكن الداخليه تخطف هدف تعادل بالاكيد. طبعا ان الداخليه ضغط علينا اخر ربع ساعه، بالرغم ان احنا طالعين الشوط الاول يعني مرتاحين جدا، والاداء كان ممتاز جدا. ويعني هو يعني مش لازم يعني نحكم على كابتن حسام البدري ان هو نزل كولوباني في اخر دقيقه مثلا، ممكن بيديله حساسيه واحده واحده. لازم يعني يديله يعني ريتش المباراه، ان هو يعني لعيب لسه تقيل ولعيب خبره زي مالك اوفونا كده، ان شاء الله هيبقى لعيب ليه بصمته في الملعب. يعني الصفقات الجديده حمودي لما لعب الشناوي الحارس المرمى، شايف الصفقات بدات تدخل في المود المباريات كده وتاخد مرحله الانسجام واحده؟ اكيد طبعا، الكابتن حسام البدري ما بيدفعش باللعيب لما يكون واثق منه 100%، فيعني ان شاء الله اللي جايه احسن، والنادي الاهلي يعني فريق كبير والناس كلها عارفه كده، ويعني يعني طلع من ماتش صعب، الماتش اللي فات كان وادي دجله، والماتش الجاي وادي دجله برضه، يعني مباراه كل مباراه اصعب من اللي قبلها. الاداء الاهلي النهارده كان كويس، وكل ماتش بيفرق عن اللي قبله بيبقى احسن كتير. والصراحه من ساعه ما جه كابتن حسام البدري يعني هو ظابط الفرقه، والصفقات كل سنه بتتحسن عن اللي قبلها، وشاف ان في فرق. الصفقات الجديده حمودي والشناوي شفت ادائهم ازاي؟ لا حمودي لما نزل عمل فرق، وعمل كورتين كده هجمتين يعني عملهم كويس. ممكن ربنا ما فوقوش انه يسجل يعني، بس هو لعبه كويس، والشناوي صد ضربه الجزاء. والصراحه لعب اداؤه عجبك حسام غالي؟ لا اللي كان كويس، بس حسام الكابتن حسام البدري التغييرات بتاعته، عمرو السوليه ما اقنعش باي حاجه النهارده.
وحق ضرب الجزاء اللعبة كلها بتضيع. لا ما يقنعناش بأي حاجة النهارده. وبعدين عمرو جمال كويس اللي هو عاد عشان يرجع للمنتخب. كان نفسك تشوف كوليبالي وقت أكبر؟ وقت دقيقة كتير دقيقة اللي لعبها يعني حرام يظلم لعيب زي ده وجايب بملايين. الشوط الأول كان حلو، الأهلي لعب كرة كان ماسك كرة مستحوذ، حتى الاستحواذ كان 75% للأهلي، فرص ضايعة وفرص ضايعة. الشوط الثاني الأهلي كان ليه سلبيات شوية اطمن للنتيجة؟ زيادة عن اللزوم بعد، وبالذات لما جاب الجون الثاني. بس أنا ليه بس تحفظات على التغييرات يعني بالنسبة لمثلا لعيب جديد زي سليمان كولوبالي دوت، ما كان نفسك تشوفه وقت أكبر؟ طبعا طبعا. يعني عمرو جمال في الشوط الثاني بدأ يضيع وراح وبتاع، أجاي ما كانش يعني الشوط الثاني كان طلعه عن وجهة نظري، كان يريحه يعني يريحه لأنه عنده انتشة مهمة الفترة اللي جاية، عن داخل على أفريقيا وعنده. ودي دجلة في دور الثمانية مباراة صعبة؟ طبعا صور صعبة طبعا طبعا. ودي دجلة فريق محترم طبعا ومسكه مدرب كويس، بس احنا طبعا بنطالب حسام البدري ان بقى يعني أداء أحسن من كده، وعايزين نشوف الصفقات اللي الأهلي جايبها. ورجعنا لكم مرة أخرى. عايز أتكلم في نقطة تانية يا جماعة، وهي نقطة الخناقات اللي حصلت في الماتش. أولا قولا واحدا، لعيبة المقصة أيام ماتش الأهلي طلعوا كانوا زعلانين جدا، حسين الشحات وكانوا زعلانين، ومحمود وحيد وضرب الجزاء غريبة، وبريم نور الدين حسب علينا ضرب الجزاء وده ما ينفعش، واليوم محمد عبد السلام طلع يتكلم وما أعرفش، كانت حاجة غريبة يعني. الغريبة والعجيبة إن اما احمد سامي كرة عملها كده ولعيبه الزمالك راحوا اعترضوا، بعض من لعيبه المقصه راحوا يعترضوا على لعيبه الزمالك، وبقينا نقول هل يا جماعه في لعيب عندنا في مصر يعني، بص، من اجمد واحد من اكتر واحد